السلام عليكم. غدوة إن شاء الله الترجي الرياضي التونسي باش يواجه النادي الرياضي الصفاقسي، وسمحوني على صوتي وذلك علاش البارح ما عملناش حلقة، على خاطر الصوت كان أكثر، كان هارب أكثر من هكا. على كل حال غدوة الترجي الرياضي باش يواجه النادي الرياضي الصفاقسي، النادي الصفاقسي اللي ودع البطولة حتى لو يفوز على الترجي الرياضي، والترجي الرياضي يلزمه ينتصر ويستنى نتيجة مقابلة الشرطة العراقي والاتحاد السعودي. يعني كيف ما قلنا أمور الترجي الرياضي التونسي مش بيده. الدورة هذه نعاود نقولها الدورة فاشلة بالرغم النجوم المتواجدين فيها، وبالرغم الأموال الطائلة المتواجدة فيها والملاعب و علاش؟ على خاطر اللي منظمين الدورة فاشلين، عندهم عقلية فاشلة، عندهم عقلية بتنجمش تطور الكرة التونسية. باش نعطيكم مثال بسيط، في العالم ككل في كأس عالم مثلا ثم مثال ثلاثة مقابلات في النهار، ماذي ساعتين الخمسة وثمانية متاع الليل، جميع المنتخبات تلعب في الأوقات الكل. في الدورة هذه نحكيو على مجموعة ترجي رياضي والنادي الصفاقسي، النادي الصفاقسي والترجي رياضي والشرطة العراقي لعبوا مع الأربعة ولا لعبوا مع الخمسة ولعبوا كيف كيف مع ثمانية، إلا الاتحاد السعودي. الاتحاد السعودي ثلاثة مقابلات متاعه ثمانية متاع الليل بتوقيت تونس. علاش كريم بنزيمة عبد وملعبية النادي الصفاقسي وملعبية الاتحاد المونستيري مهمش عباد، وملعبية الشرطة العراقي كيف كيف، كانتي إنسان وأنا يو إيوالا لاعب الترجي الرياضي التونسي مهوش بشر، ربي معاه يلعب الأربعة، يلعب ماضي ثلاثة، يلعب متاع الساعتين متاع الليل، تضرب وشموسات، هذه مش أمورنا. وذلك علاش قلت مرة أخرى راهي الدورة فاشلة، وقلتها وتفكروا كلامي في أول مقابلة للترجي الرياضي التونسي، قلت راهي الكاس باش تقعد في السعودية، هذا مما لا شك فيه، والنهائي باش يكون بين الاتحاد السعودي وبين النصر السعودي. علاش؟ على خاطر عملوا هذا الكل باش يلقاو في النهائي كريم بنزيما يواجه كريستيانو رونالدو، والجماهير متواجده باعداد غفيره، واللقب هذا لقب السمو الامير سلمان ولا ما نعرفش اسمه، وباش يهزوا له اللقب وباش يفرحوا به، يجيه من غادي انا يو ولا يتلعوكلو بالكوره، ما نعرفش كيفاش تك يحط له كوره في الشبكه، يهزلو الكاس باب سويقه، هذه راهي ما تدخلش للعقل. وهذاك علاش قلنا الترجي الرياضي التونسي راهو الهدف الأول ليه من المسابقة هذه، أنه يشوف الفريق متاعه ومدى جاهزية الترجي الرياضي التونسي من أجل المسابقات المحلية وكيف كيف الإفريقية. ما يخص الجانب المادي من غير ما يفكر فيه حتى فريق، ممكن الاتحاد المنسير يقول لك نشارك نروح ب 300 مليون خير من بلاش، ممكن النادي الرياضي الصفاقسي اللي كيف كيف يمر بأزمة، لكن فيما يخص الترجي الرياضي التونسي نعاود نقول راهو الهدف الأول ليه هو باش يقف على مدى الجاهزية متاع الفريق. راهي دورة ما فيهاش فلوس، صحيح في الظاهر دورة فيها 10 مليون دولار تقريبا 31 مليار تونسي. يا بياري فاش تحكي، رانا نحكيو على 31 مليار، اللي يفوز بالدورة هذه يفوز ب 6 مليون دولار، وصح والوصيف 2.5 مليون دولار. الدورة من قدام متكونة من فريق، متكونة من 16 فريق هكا ولا كالول، باش ياخذ 6 مليون دولار والوصيف 2.5 مليون دولار، باش يقعد 1.5 مليون دولار تقريبا 4 مليارات و500 4 مليارات و600 بالمليمات نتاعنا، باش يتقسموا على تقريبا 14 فريق. وهذيك علاش قلنا ما ثماش فلوس في الدورة هذه، على خاطر نعاود نقولها راهي الأندية الكل ال 14 فريق راهو ماهوش باش يوصل النهائي. النهائي باش يكون بين الاتحاد السعودي والنصر السعودي. معين الشعباني قبل ما تبدا الدوره قال الدوره هذه مش في وقتها، 50% من كلامه صحيح. واش نقول لكم علاش؟ البارحه مثلا النادي الافريقي واجه في مقابله وديه الملعب التونسي وانتهت فوز الملعب التونسي هدف لصفر، أمر عادي جدا. النادي الإفريقي حتى لو ينهزم 2-3 ضد الملعب التونسي تقعد مقابلة ودية، المدرب سعيد السابي فقط باش يقف على مبدا جاهزية الفريق وباش يركز مع النقاط السلبية والنقاط الإيجابية
في المقابله. لكن تصوروا النادي الافريقي لو واجه الملعب التونسي في الدوره العربيه وانهزم هدف لصفر، الدنيا توفى، القيامه تقيم على المدرب سعيد السابي، فريقه مش حاضر والموسم القادم باش يصير لنا كيف الموسم الفارط. علاش؟ على خاطرها الدوره العينين الكل مسلطه عليها. نفس الشيء الترجي الرياضي التونسي، النقطة الإيجابية في الدورة هذه أنه يقف على مدى جاهزية الفريق متاعه قبل ما يتفاجأ بالفريق في المسابقات الإفريقية، رابطة الأبطال والدوري الإفريقي وكيف كيف البطولة التونسية. كان ثم نقائص مازال عنده الوقت باش يصلح. والنقطة السلبية في الدورة هذه، لنجم الترجي الرياضي التونسي حاليا يكون عنده فريق ممتاز، نجم تكون عنده قائمة متاع فريق أو مجموعة ممتازة، فقط المسألة مسألة وقت والمستوى الفريق يزيد يتطور أكثر، تجي الدورة هذه تطيح كل شيء في الماء باش يظهر الفريق وكأنه نسخة من الموسم الفارط، ولهنا باش تتلخبط الأمور من الأول وجديد ويصبح معاش ثم وقت. يصبح كان انت باش تبني على ملاعبي ولا اثنين ليه عندك الوقت، اما كان باش تشوف الفريق الكل انه فريق سيء ونسخه الموسم الفارط باش يعاود يشوف جمهور الترجي الرياضي التونسي، لناد اداره الترجي الرياضي التونسي باش تتلخبط وتولي تشوف ملاعبيه في خط الهجوم، ملاعبيه في وسط الميدان وكيف كيف في الدفاع. باختصار يراو انه ما عندهمش فريق الموسم الحاضر ينجم ينافسوا به في جميع التظاهرات. فيما يخص مباراة الكلاسيكو، مدرب النادي الرياضي الصفاقسي أنيس الجربي في تصريح يقول مواجهة الترجي تهمنا برشا ونحبوا نخرجوا من البطولة العربية مرفوعي الرأس، يعني باش يواجهوا الترجي الرياضي التونسي وهدفها من الأول هو الانتصار. ولهنا بطبيعة صحيح زوز أندية توانسة، لكن من نجموش نلوموا مدرب الفريق والنادي الصفاقسي على التصريح هذا ونقولوا على سبيل المثال الترجي الرياضي ماله إلا فريق تونسي، علاش النادي الصفاقسي ما سيبش المقابلة للترجي على الأقل فريق تونسي تأهل الدور الثاني؟ النادي الصفاقسي يقول لك علاش وقت اللي انتصرت على الاتحاد المونستيري وخليت النادي الافريقي والترجي الرياضي يلعبوا في المسابقات الافريقيه، وقتها النادي الرياضي الصفاقسي برافو على الروح الرياضيه، ولهنا وقت اللي باش نلعب من اجل الميثاق الرياضي باش نولي بيا وعليا نلعب على سمعتي، نعاود نقولها من حقهم انهم يلعبوا من اجل الانتصار. لكن راهم حتى لو انتصروا على الترجي الرياضي التونسي باش يقول لك مرفوعي الراس، مرفوع الراس راك تتاهل للدور الثاني، ما ثماش كلام. الترجي الرياضي النادي الرياضي الصفاقسي مهما كانت النتائج نتاعهم راهم لو خرجوا من الدور الاول بطبيعه النادي الصفاقسي خرج، الترجي الرياضي كيف النادي الصفاقسي لو خرج من الدور الاول ما ثماش فريق مرفوع راس، راك ماكش تلعب مع انديه عالميه. صحيحه فريق الاتحاد هو فريق حاليا ممتاز، لكن فريق الشرطة العراقي في المتناول ينتصر عليك ويتعادل أمام الترجي الرياضي التونسي ونحكيه على رواحنا زعمة عدنا بطولة المقارنة ببطولات عربية تعتبر بطولة ممتازة بالكاشف أن البطولة التونسية سيئة وسيئة جدا. هذا فيما يخص النادي الصفاقسي. فيما يخص الترجي الرياضي التونسي، المدرب معين الشعباني يلزم يغير في التشكيلة نتاعو. المقابلة الفارطة دي بالبريمة كرأس حربة، في الهم عندك ما تختار. صحيحة البريمة ومحمد علي بن حمودة زوز صفر مهمشي في قيمة الترجي، لكن تحب ولا تكره بن حمودة يقعد أفضل وأفضل وأفضل من بريمة، لذا يلزمه يبدأ بيها في التشكيلة الأساسية. كيف كيف أنا يو إيوالا عندك كيف كيف لاعب الأولمبي البيجي السابق لو يدخلوا في المقابلة وهما في الفورمة وفي المستوى اللي قدموه أمام الاتحاد السعودي، إن أكدلكم أنه ترجي الرياضي التونسي باش تسهل عليه أكثر المقابلة وباش يسجل أكثر من هدف. في وسط الميدان حسام اتقا برافو عليه، مقابلة فارطة أمام الشرطة العراقي أفضل من المقابلة الأولى أمام الاتحاد السعودي. وسط الميدان
يلزم يكون متكون من حسام تقا ومارو كيف كيف دخل مباشرة في صلب الموضوع. أقعد اللعبة يا إما بين معتز الزدام أو غيث الوهابي. معين الشعباني في مباراة الشرطة العراقي نعرف معتز الزدام هجوميا أفضل من غيث الوهابي، وهذاك علاش خلى في مقابلة الشرطة الوهابي على دكة الاحتياط وهبط معتز الزدام، لكن ما شفناش حاجة تذكر نتصور يرجع غيث الوهابي يكون أفضل في وسط ميدان الترجي الرياضي. خط الدفاع كالعادة باش يكون متكون رائد بوشنيبة في محور الدفاع اللاعب الجزائري، ومعاها ياسين مريح على الجانب الأيسر بن حميدة. بن حميدة راه ممكن غدوة تكون في التشكيلة الأساسية، أما صدقني الغلطة الكبيرة اللي قمت بها وما تعطش من الغلطة اللي قام بها محمد علي بن حمودة راهي جماهير الترجي الرياضي التونسي ما هيش باش تنساهالك كيف جماهير الأندية التونسية. باش نتفكروا في المنتخب التونسي ظهير الأيمن متاع الزمالك المصري وقت اللي سجل في كأس إفريقيا وقال جماهير التونسية عملها لماكا اندثر من المنتخب التونسي، كيف محمد علي بن حمودة إلى حد الآن ما هيش راضي عليه جماهير الترجي الرياضي. وممكن لو كان جات علاقته جيدة مع جمهور الترجي راهي وضعيته حاليا أفضل من الوضعية اللي يمر بها مع الترجي. بن حميدة كيف غلطة كبيرة قمت بها انك دخلت في انجروناج مع جماهير الترجي الرياضي التونسي، والله غالب راهي باش تتكلف لك غالية والايام بيناتنا في حراسة المرمى بنجم كان يكون مميش مستقبل شكري الوعر. حلقتنا اليوم وفيت كالعادة البياري مطبخة كبشي قولكم حظ موفق للمنتخب التونسي. تحية تونس، تعيش تونس، كنا تونس، سلام.